على إقصائنا من الحوار القطاعي الذي تخوضه الشغيلة العدلية. لنا مشاكل نحن أدرى بها، نؤمن أن تكون لنا قوة تشاركية نساهم في كل في حل المشاكل. طالبنا وما زلنا نطالب بتعويضات الحساب الخاص، بتعميم تعويضات الحساب الخاص على جميع الموظفين والرفع منها بالنسبة للسلم الخامس والسلاليم الدنيا. نطالب كذلك بإحداث مدرسة للكتابة الضبط. نطالب أيضا بحذف السلم الخامس، وطالبنا وغير ما مر بالتعويض عن الساعات الإضافية، لأن كما تعلمون جاء المرسوم للتعويض عن الديمومة، ولكن كما تعلمون إننا نشتغل خارج الساعات، خارج الوقت الأصلي، وطالبنا كثيرا بالتعويض عن الساعات الإضافية، وتم تغييب هذا الصوت. نؤمن اليوم أننا قوة تشاركية، ونؤمن بأنه من الضروري أن يستفيد المهندسون على غرار جميع الموظفين من تعويضات الحساب الخاص. أنا لا أدري لماذا يتم إقصاء هذه الفئة، مع أنها فئة فاعلة، لها وزنها في كتابة الضبط، لها موقعها، لها مكانتها الاعتبارية، ولا أدري لماذا يتم تغييبها. وشكرا جزيلا.